انا عايز اشوف العقوبه العقوبات اللي تم اتخاذها خلال امبارح. انا عايز اشوف اللائحه اللي بتقول ان العقوبه كده. لو حد وراني اللائحه بتقول العقوبه كده يبقى دي لائحه هزيله جدا، ممكن نكبرها شويه. او عايزين عقوبات رادعه يا جماعه. بالمناسبه عشان ما حدش يغلط، عشان ما حدش يغلط، ولا جمهور الاهلي ولا جمهور اي نادي تاني، ولا جمهور الاهلي قبل، اهو انا بتكلم على جمهور الاهلي، ولا جمهور الاهلي ولا جمهور اي نادي تاني. لكن كده حضرتك زي ما حضراتكم شايفين. لكن انا متاكد مليون في الميه، مليون في الميه، ان جمهور النادي الاهلي اذكى من الجميع، اذكى من الجميع، وهيوصلوا للي هم عايزينه. وبعدين في نفس الوقت احنا مش عايزين نعمل تسعيره للاساءات اللي بتحصل. يعني هو دلوقتي الاساءه ب 50,000 جنيه او ب 100,000 جنيه، مش عارف حاجه كده. مع احترامنا لجنه الانضباط، انا بتكلم مع حضراتكم، واتمنى ان حد يطلع يناقشني في هذا الكلام، وبنتكلم بمنتهى الهدوء وبمنتهى الموضوعيه. هل دي تسعيره؟ وكل اللي انا بقوله ده حضراتكم عشان شيء واحد فقط، عشان الجمهور اشوفه في المباريات القادمه، مباريات الدوري والكاس القادمه، مالي المدرجات على حسب ما نشوف بقى من النواحي الامنيه هيحصل فيها ايه. ولكن احنا كلنا ثقه، وثقه كبيره جدا جدا في جمهور النادي الاهلي، ان هو ذكي وما بينسقش ورا اخطاء بتحصل من اي حد، او من وجهه نظرنا هي اخطاء. لو حد طلع اقنعني بالعكس هبقى مقتنع، لكن انا عايز حد يطلع يتكلم معايا يقول لي والله يا اسلام اللائحه بتقول 1 2 3، فانا هقول له طيب لو اللائحه بتقول كده يبقى لازم تتغير. فمش عايزين نحط، مش عايزين استفزاز، احنا مش عايزين استفزاز، احنا عايزين نتكلم بهدوء وبصوت قوي وبهدوء وبدون اي تجريح في حد. كل الناس اللي انا بتكلم عنهم كلهم اصدقائي وكلهم صحابي وكلهم اعرفهم بشكل شخصي وبشكل جيد جدا، ولكن اللي بيحصل ده استفزاز، وبالتالي اتمنى ان هو ينتهي، او اتمنى ان يتم، لو كانت اللائحه كده اتمنى ان يتم تعديلها، لانه في النهايه كل اللي احنا عايزينه ان يعود الجمهور مره اخرى. مش انا لوحدي، البلد كلها عايزه الجمهور يعود مره اخرى للمدرجات، وان شاء الله ده هيحصل خلال الفتره اللي جايه.